السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة. أنا معكم حسين الفيفي من قناة سبيل مكة، وتحديدا من منطقة الحرم أو منطقة الشبيكة، ومتجهين إلى الحرم ونستمتع معكم بهذه الأجواء الجميلة. تقريبا قربنا من منتصف الليل وراح نشوف الأجواء الجميلة في منطقة الحرم. شوفوا ما شاء الله، تقريبا الساعة 10 وهذه أجواء الحرم. ما شاء الله الساحات مليئة بضيوف الرحمن، وما شاء الله أجواء سحب، وبإذن الله نستمتع معكم بهذه الجولة. نأخذ جولة في الساحات الغربية الجنوبية، كذلك الأبراج، نشوف معكم وين تكون التغطية كويسة ونكمل معكم هذا المساء الجميل. بنا الآن في منطقة الشبيكة، وأمامي لان أو تحتي لان نفق السوق الصغير، مواقف الحافلات في الجهة المقابلة، التوسعة السعودية الثالثة، والساحات الشمالية، وهذه الحافلات اللي تنقلك إلى الأبراج والفنادق الداخلية. بالله شوفوا معي برج عنوان، أحد الأبراج الجميلة وتفتح على بوابة المستقبل، أو هذه بوابة المستقبل وتفتح على مشاريع أو مشروع أو مسار قادم بإذن الله. خلال عام 24 راح يفتتح جزء أو البنية التحتية لهذا المشروع، مشروع مسار، وهذا أعلى مصلى معلق في العالم. ودائما جمال مكة يكون بتواجد ضيوف الرحمن والكثافة العددية اللي نشوفها في الشوارع والطرقات والساحات. ما شاء الله يملؤون ساحات وأروقة الحرم المكي الشريف، وهذا يشكل يعني جمال يضاف إلى جمال مكة ومنطقة الحرم. هذا أمامي الآن شارع إبراهيم الخليل، على اليمين جبل عمر والفنادق والأسواق والمحلات التجارية، وعلى اليسار دار التوحيد وأبراج شركة مكة وبرج الساعة، وإلى المسجد الحرام. ما شاء الله الآن دخلنا الساحات، نشوف أعداد بسيطة في الساحات الغربية، مستمتعين بهذه الأجواء. قربنا من منتصف الليل، هذه التوسعة السعودية الثالثة. ما شاء الله ريحة المعقمات والغسيل. تقريبا الساعة 10 بدأت عمليات النظافة في الساحات، كما قلنا 4 شفتات في الصباح و4 شفتات في المساء، وبينهما يكون عمليات التنظيف مستمرة. ما شاء الله مجموعة داخلة الآن على ساحات الحرم ومتجهين إلى صحن المطاف. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ما شاء الله تبارك، ما شاء الله حتى عمليات الرذاذ مع هذه الأجواء، أجواء معتدلة، لكن ما شاء الله زيادة في عمليات التلطيف، تلطيف الأجواء. الناس مستمتعين بهذه الأجواء، يأخذون راحة بسيطة، وأكيد نوصل الساحات أو نوصل إلى وماء زمزم لما شرب له. ما شاء الله شوفوا آخر الليل وباقي الحمام سهران. والأطفال مستمتعين مع الحمام ما شاء الله. طبعا ومن الساحات الغربية راح ندخل على
مطاف الدور الأول في الرواق السعودي، مطاف الدور الأول في الرواق السعودي. ما شاء الله، شوفوا عمليات النظافة على مدار 24 ساعة في الساحات وفي أروقة الحرم. ما شاء الله تبارك الله. وندخل الآن، الله، ندخل الآن على توسعة الملك فهد الدور الأول. ما شاء الله، أعداد بسيطة فقط. هذه مصليات الرجال وهذه مصليات النساء. تجي تشرب زمزم. بسم الله. ما شاء الله، عمليات النظافة في أروقة الحرم. بس ما شاء الله، ريحة الغسيل فايحة في كامل الحرم. ما شاء الله، هذه ممرات أو ممر الدخول إلى صحن المطاف. وما شاء الله، وهذه توسعة الملك فهد الدور الأول الأرضي، وهذه توسعة الملك فهد الدور الأرضي، وهذا ممشى أو مسار باب الملك فهد للخروج والدخول من وإلى صحن المطاف. ما شاء الله. شوف ما شاء الله، الناس مستمتعين، اللي راكع اللي ساجد. وندخل الآن أو نخرج الآن على صحن المطاف. آسف، نخرج الآن على مطاف الدور الأول في الرواق السعودي. وخرجنا الآن على مطاف الدور الأول. ما شاء الله تبارك الله، أجواء جميلة. دائما تكون سعيد مع ضيوف الرحمن وتشوفهم مهللين، مكبرين، داعين، مستغفرين. ما أجمله من شعور وأنت في مع ضيوف الرحمن. إيش أجمل من كذا في الحياة؟ ما شاء الله، تخطو خطواتك مع ضيوف الرحمن وتشوف الناس وهم مهللين، داعين، مستغفرين. بداية السعي، بداية الطواف. وفي الجهة المقابلة مدخل إلى المسعى.
شوف ما شاء الله عمليات الغسيل في مطاف الدور الأول. أتمنى أنكم استمتعتم معي في هذه الجولة في ساحات الحرم وأروقة الحرم ومطاف الدور الأول. إلى هنا تكون نهاية تغطيتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شيء غريب، منتصف الليل والحمام باقي سهران. الناس مستمتعين في هذه الساحات ما شاء الله. شوف عملية الغسيل راح تبدأ الآن. هذه أجمل فقرة عندي في الساحات. أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ما شاء الله. كما قلنا عمليات النظافة على مدار 24 ساعة، 8 شفتات، 4 شفتات في الصباح و4 شفتات في المساء. صراحة ما ودك تطلع من عمليات النظافة، لا زالت مستمرة على قدم وساق. الله يكتب أجرهم ومع السلامة. استمتعوا معي بهذه الصورة.